منو يخرج لشي دولة؟ ما منو عيكيتي يخرج لشي دولة يشدوه غوش يكشي اوعي بطلة جنرال دكور دارمي الدرك هو الرقم واحد لسيكوريتي هو الرقم واحد في لسيكوريتي ناسيونال هو الأول راه هو وزير الداخلية هو المدير العام ديال الأمن هو المستشار هو الشيف ديال العسكر هو أي حاجة خدمت معاهم أنا في الكابيني راه أي وزير بغى يدير شي حاجة كيستابع يستشر مع جنرال شاد العسكر كيستشر ديستي لا جيد هذاك المنصوري كل شيء كيستشر معاه كما استقبل جلالة الملك الجنرال دكور دارمي حسني بن سليمان ووشحه كذلك بالحملة الكبرى لوسام العرش بعد ما درنا فيديو على المخابرات المغربية درنا فيديو على البوليس المغربي درنا فيديو على المخزن المغربي جا الوقت نشوفوا سوية لديك الزيه قررنا اليوم نهضروا على الجدارمية درك الملكي بالخصوص نهضروا على واحد الجنرال كي تعتبر لو بير دي جوندارم في المغرب إلا كان الجنرال أوفقير كانت نهايته عليه الدور وجبد الفردي وتيرا فراسه على حد ما قال القصر إلا كان الجنرال أحمد دليمي ضربه كمية أحمر إلا كان دريس البصري عاش حقار مات محقور فالجنرال حسني بن سليمان لا هو الجنرال دكور دارمي حسني بن سليمان 88 عام هو هامان في قصة فرعون فاسكيز في قصة إسكوبار ومايكل سكوفيلد في الفيلم ديال بريزون بريك هو شيخ العساكرة والأب الروحي ديال الجندارم في المغرب والذراع الأيمن ديال ساماجستي جنرال برتبة لواء في القوات المسلحة الملكية المغربية وقائد عام للدرك الملكي سابقا قيدوم ديناصورات العهد القديم أقدم رموز الحقبة الفارطة والشخص الوحيد اللي احتفظ بالموقع ديالو العسكري من عهد الحسن الثاني للعهد الجديد باختصار هو الشخص اللي تحول من حارس كرة قدم هاوي الى لاعب محترف بشؤون الاستخبارات اخطبوط كتمتد شبكة نفوذه القوي داخل الدرك والاقتصاد والتجارة والسياسة احد كبار الشخصيات اللي الفضل ديالو على المغرب كبير جا هو قالوا عليه شلا كلام بعد ما شافوه بالدل الاحمر بالعود المسرج كل شي فيه يتفرج هاللي قال باسنانه هاللي قال دارتها قرايته وحلاوة هاللي قال الحسادة بانو كل واحدة شيقول سيداتي سادتي حلقة اليوم من أكثر الشخصيات اللي كتشتغل في الظل واللي عندها يد دواليب صناعة القرار في المغرب كان عنده نفوذ كبير قوة ودرجة تأثير لا متناهية باعتباره الشخصية العسكرية الثانية في المغرب من بعد القائد الأعلى القوات المسلحة الملكية والقائد العام الأركان الحرب محمد السادس هو من الأخر أقدم مدير في العالم يرأس جهاز أمني أكثر من 45 سنة أكثر من 4 عقود الرجل الذي خدم 3 ملوك المغرب دعامة من دعامات مغرب الأمس لبنة من لبنات مغرب اليوم كان يمسك بخيوط أمن المغرب بالكامل ساقل وقاضي حاجة تابعوا معايا وركزوا معايا نتعرفوا على تاريخ هاد السيد الحلقة ديال اليوم فيها دواسة واش من دواسة حلقة غتبت حاجة من الجوج يا إما غتلقوني في عكاشة يا إما راه مغرب محمد السادس ولات فيه حرية التعبير بزاف الله يخرج عاقبتنا على خير اعطونا لايك اشتركوا في القناة تابعوني على الانستغرام فينا هو الانستغرام ها هو الانستغرام على بركة الله نبداو خمسطاش دو جنبر 1935 المكان مدينة جديدة مازاغان من أرض دكالة في الأرض وكالة وفي السماء ركالة غيد زاد حسني من عائلة عريقة موتا يقولوا أنها كانت الوصيفة ديال لالة عبلة بن طار زوجة محمد الخامس عمو الفاطمي بن سليمان كان باشا ديال مدينة فاس في عهد الاستعمار ورئيس المجلس العرش 1955 في الدروبة ديال جديدة مع ولاد الدرب كان هو حارس الشبكة الناضي شخص سبورتيف كيهتم باللياقة البدنية وعنده بنية جسمانية هي هذيك في 57 غيدخل صفوف نادي الجيش الملكي كحارس مرمى الجيش الملكي اللي جمعوا المرحوم الشوكي بإعاز من الحسن الثاني حبس شلاب وكوكوالات سيد كان من أحسن حراس المرمى ربح مع الجيش كأس العرش وطلع معاه من القسم الثاني للبريمير سيري وربح معه عاوتاني كأس سوبر المغربي هاد السيد اللي كان كويري حد حراسة المرمى شخص مدني سيفي لا أقل ولا أكثر شكون قال واحد نار غيولي ثاني أعلى سلطة قيادية في الدولة من بعد الملك كورة ديك الساعة ما كتوكلش طرف ديال الخبز ربح حتى تربحو في الاخر يعطيوك جد ريال هنا حسني خمم مزيان وقال مالي انا على حالتي غادي نخلى دار بويا خاصني ندير علاش نرجع حسني قرر يبدل المسار ديالو يكمل قرايته من الكوليج الاسلامي بالدار البيضاء خد البكالوريا ديالو وقال انا باغي نولي عسكري مشى لفرنسا وقرا في ايكول سانت سير العسكرية الشهيرة تخرج برتبة ليوتنو وين فوا رجع دخل المدرسة الملكية للدرك وغيترقى لرتبة كابيتان شوية غير التحق
بديوان الجنرال أوفقير. أوفقير عجباته الخدمة ديال الحسني، داكشي علاش غيعينو على رأس وحدات التدخل السرية سيمي سنة 1965، وكان كيشد البيرمانونس في مقر الكاب أن الأصل ديال لاديستي. دابا حسني استافد مزيان من سوبيا مع لافامي حصار، حيت كان مزوج بنتهم، هادشي اللي خلاه تكون عنده واسطة صحيحة في دهاليز الدولة العميقة. خاله هو عبد الكريم الخطيب، وما أدراك ما عبد الكريم الخطيب، سياسي كبير مقرب من القصر، وهو مؤسس حزب العدالة والتنمية. 1967 غيزاوج بين المهام ديالو، تعين نائب المدير العام الأمن الوطني قبل ما يتولى عامل على إقليم طنجة والقنيطرة ومكناس. كل شي غادي مزيان تال 1971 مورا الانقلاب ديال الصخيرات الفاشل على الملك الحسن الثاني. كل شي غيتبدل، غتعاود تعزيلة، الحسن الثاني غيحيد وزارة الدفاع، غيقلب على أقرب شخص اللي غيحطه على رأس الدرك، تما فين بحسني تعين قائد عام للدرك الملكي. ومن داك الوقت وهو شاد الجندارم حتى 2017 عاد شد لانتريت، شخص سكوتي واللي أمره بها القصر كيديرها، كان عزيز على العائلة العلوية وعلى الأميرات وحتى على ولي العهد محمد السادس، حيت ما كانش كيدخل راسه في الشبوقات وفي أسرار القصر على عكس دريس البصري اللي كان كيهبش وكيتدخل في الصغيرة والكبيرة هو والمديوري. وكان عزيز على الحسن الثاني بحيث كيعيط ليه غابة حسني أو حسني حافية. كما استقبل جلالة الملك الجنرال دكور دارمي حسني من سليمان، ووشحه كذلك بالحملة الكبرى لوسام العرش. وبقات صورته زوينه مع الملك محمد السادس اللي غادي يحتفظ ليه بالصلاحيات ديالو، غادي يزيد يرقيه، وفي المقابل غادي يستغنى على دريس البصري اللي كان معروف عليه انذاك التجسس والمضايقه لمولاي رشيد ولي العهد محمد السادس، وكان تيبرقق به الباع. حسني ما كانش كيخشي راسو في صراعات المربع الملكي. الاستثناء العجيب اللي غادي يخليني ندير عليه هذا الفيديو هو المسيره ديالو الرياضيه. فهاد الجنرال كان كيحبس الجيش الملكي الى جانب مهامه العسكريه، غادي يربح مع الفريق كاس العرش في 1959، البطولة ديال دوزيام سيري في 1960، غادي يطلع معاه البريمير سيري وغادي يدي عاوتاني البطولة 1960 1961، وحتى ولا الرئيس ديال الجيش الملكي. وفي إطار الرياضة غادي ينتخب لرئاسة الجامعة الملكية حتى 2009. زيادة على ذلك غادي يترأس اللجنة الأولمبية الوطنية، غيدي بطل فرنسا نعمسي في ألعاب القوى. لحد الآن واخا شرف ورغم تجاوزه السن ديال 80 عام، باقي دك ويدردك وعنده جسد رياضي والطولة والتجريدة، كيركب على بيكالتو كل صباح. ولكن وريني الوجه الاخر ديال هذا الشخص، عاود لي على الكواليس والتورطات والتهم المنسوبه ليه، وريني الاحداث ديال الخفاء. اما اللي باين راه كلشي عارفه، دخل عندي القطاع ديال الهضره، تيقولوا تزين مخطاته الاولى. هو فعلا افضل مثال للولاء التام للاسره الملكيه، طلقوا عليه شلاك دبات وقالوا حتى هو راه بخبيزته. ومن بين دوك اللي عاودوا على كواليس سريه هو محجوب الطوبجي. محجوب الطوبجي في الكتاب ديالو لي زوفيسي دو سا ماجيستي، هو كتاب ممنوع في المغرب اصلا. هو قد ما انت نجحتي قد ما الاعداء ديالك تيكثروا، واللي خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها. حسني بن سليمان اللي كان من الطابوهات اللي يستحيل تهدر عليه في عهد الحسن الثاني، اليوم في العهد الجديد وجهت ليه الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ومجموعه من الفعاليات جمله من الاتهامات، من بينها ضلوعه فتره سنوات الرصاص. سبق ليه جاتو استدعاء كشاهد قضيه المهدي بن بركه من طرف قضاء الفرنسي. القصه شنو فيها؟ حسب الطوبجي تيقول ان حسني بن سليمان كان متورط في قضية اغتيال المهدي بن بركة. تيقول حسني في الستينات كان في الديوان ديال الداخلية، بحيث أنا ذاك وزيرها هو الجنرال دكور دارمي أوفقير، وبا حسني كان شاد ستوندار نهار تم القبض على المقاوم للمهدي بن بركة في باريس. رجالات الاستخبارات الفرنسية اتصلت على ديوان الداخلية وجاوبهم اللي في ستوندار وقالوا ليه لافير دازت مزيانة والسلعة ديالكم عندنا، وهو بدوره اتصل على أوفقير وخبره بالأمر. حسني بن سليمان يمكن يكون هو الشاهد الوحيد اللي باقي حي، بحيث كاع الأطراف اللي يمكن تكون المشاركة في العملية ماتت سواء من ديولنا أو من ديولهم. هاد الشي اللي خلى فرنسا تدير مذكرة بحث والطالب تسليم أوفقير ودليمي وبن سليمان. أوفقير وبن سليمان ما بغوش يسلموا ريوسهم، أما الدليمي كان نمرود سلم راسه بوحده وخرج براء. وحتى 2009 كانت الانتربول أي الشرطة الدولية صدرات مذكرة توقيف بحق مسؤولين أمنيين مغاربة اللي هما الجنرال حسني بن سليمان والجنرال عبد الحق القادري الرئيس السابق
ديال لاجيد والعربي الشتوكي وعبد الحق العشعاشي العميل السابق في لاديستي. لكن ومع غياب الأدلة والتوضيحات علقات هاد مذكرات توقيف 2009 وما بقاتش واكلة. وكما شتو ما حدها تقاقي وهي تزيد في البيض من الإشاعات كذلك اللي انتشرات. قال لك حقه ما حقه كان متورط في انقلاب الطائر على الملك. كيقولوا حسني فاش كان عامل ديال طنجة ومن بعد المحاولة الانقلابية الأولى اللي قادها الجنرال المذبوح رفقة الكولونيل عبابو وضباط صف طلاب مدرسة أهرموم وعلى قصر الصخيرات. في الوقت اللي اتجهت الفرقة الثانية ديال عبابو لمحاصرة القيادة العليا والإداعة تم إلقاء بيان في الراديو بانقلاب عسكري على الملك. لكن حسني بن سليمان كان كيكذب الأخبار من إذاعة طنجة وتيطم أن المواطنين راه ما كاين والو والأمور غدوز بسلام والدرك غيفش الانقلاب. داك الشيء اللي وقع وتم إفشال المحاولة الانقلابية الأولى والحسن الثاني جازى حسني بن سليمان ورقاه لدرجة كولونيل. لكن في المحاولة الانقلابية الثانية كاينين شهود تيقولوا باللي حتى حسني بن سليمان كانت عنده يد خفية فيها وشاهدوه مرة مجوش قبل يوم الانقلاب بالقاعدة الجوية في القنيطرة رفقة أوف قير كيراقب الطائرات والأسلحة وكان كيتردد بزاف على القاعدة الجوية قبل أيام الانقلاب. وكذلك بعد من ضباط الاستعلامات العامة آنذاك اللي تحالوا على التقاعد كيأكدوا أنهم من بعد ما توفى أوف قير مشات الفرقة ديال الإرجي كتقلب في المنازل في البيروات ديال الجنرال حسني بن سليمان سواء في البيت ديالو ولا في الداخلية ولا في المكاتب ديالو اللي في وزارة الدفاع والقيادة العليا ولقاو ورقة ورقة فيها لائحة كتضم الناس اللي كان كيرشحهم أوف قير في مناصب متعددة من بعد ما يقتل الملك. وهاد الأسماء كان من ضمنها الجنرال حسني بن سليمان اللي كان باغي يدير أوف قير رئيس ديال الحكومة في دولة أوف قير. لكن هاد الورقة تغبرات بأمر من الفوق قبل ما توصل للملك. هاد شي حسب الشهود با حسني كانت عنده علاقات قوية مع ضباط الاف بي اي بحيث با حسني كان مقوي معاهم العلاقات وتعاونات بحال أوف قير والعنيقري. هادو كاملين كانوا رجال سي اي اي في العالم العربي. سي بن سليمان والبصري كانوا في علاقات ماشي تلتمة وديما في حرب أبدية ودخلوا حتى الأجهزة ديالهم في هاد الشي بحيث الدرك كان متحالف مع الجيش اي بن سليمان وبناني والبصري كان بوحدو كيرسبيري مع الداخلية والبوليس وبجوج كانوا كيتسابقوا على مكانتهم مع الحسن الثاني. كل واحد فيهم باغي يكون هو ثاني أعلى سلطة قيادية في الدولة وكيتسابقوا شكون يفرع الآخر. البصري كان كيلعب على ورقات الإرهاق عدوه وكان تيخلي الملك يعين بن سليمان في مناصب هو على غنى عنها بحال رئاسة جمعيات ورئاسة الجامعة الملكية. هادشي كامل غير باش يتقل عليه الخدمة ويلهي على القصر والداخلية حيث البصري كان باغي هاد الجوج ليه هو. وزاد كمل عليه بدريس في قضية الحاج ثابت اللي تلفقات تهمة للدرك أكثر من البوليس وتمت إقالة صاحب بن سليمان على إدارة الأمن الوطني وتعيين المداوي اللي كان موالي لدريس البصري. حلفها با حسني في دريس واتفق عليه مع الجنرال بناني وفؤاد علي الهمة وبقاو كيحفروا ليه. ومجرد ما توفى الحسن الثاني جاء دور الانتقام وكان رد الدين في ليلة البيعة بحيث على منتصف الليل جاء البصري لديوان المشور بالرباط حيتاش كان اجتماع ما بين قياد الأحزاب رجالات الدولة حول الطريقة كيفاش غتتم البيعة وكيفاش يستقبلوا الرؤساء والضيوف. ومجرد ما دخل البصري لجهة السكرتارية وقفوا بن سليمان ومنعوا من الدخول وقال لي ساعتك سالات أبا حنيني ما عندك ما تدير داخل القاعة. وفاش البصري أصر على الدخول وبدا كيغوت كيقولوا باللي كتفوه مؤقتا باش ما يدير حتى شي شوشرة. ومجرد ما انتهى الاجتماع خلى معاه الهمة جوج حراس مراقبينه حتى الصباح وجا الأمير هشام وغوت عليهم وحيح مزيان دار في الهمة وبن سليمان وعطى جلابه وبلغ لدريس باش يخرج لحفل البيعة وما يبين والو قدام الشخصيات والحضور. وتمت المهمة ديال با حسني بنجاح وعلى خطوات ثابتة نحى الأعداء ديالو وبقى هو ولقب بديناصور الدولة العميقة بحيث خيخ مزيان في المخزن وبدأ عهده الجديد مع الهمة وبناني حيث في 2004 غيتم تعيين صاحبه الجنرال دكور دارمي البناني مفتش عام للقوات المسلحة. غتبدأ الحرب ديالهم مع المنصوري اللي شد رئاسة الاستخبارات العسكرية لاجيد وهذا الشيء اللي خوف بن سليمان كيفاش شخص مدني سيفيل يشد الاستخبارات العسكرية. تساؤلات طرحت عليه خصوصا فاش بغى المنصوري يعطي واحد تقرير مفصل على الممتلكات والتحركات ديال جميع الجنرالات ديال الملك. هنا غادا تغبر معدات عسكريه من القاعده الجويه في القنيطره غادا تغبر واحد كلاشينكوفات من قاعده عسكريه في كينف تازا وغيوحل المنصوري والهدف باش تبان عدم الكفاءه ديالو في مراقبه عتاد العسكر. عاوتاني كان حسني ديما كيوقف في الوجه ديال القرارات كيبغي ياخذ الحموشي من بعد طلب راي الملك حل القمر الصناعي الاستخباراتي اعاده
الهيكلة ديال الأجهزة الأمنية واللبسة الجديدة ديال البوليس. هاد المسائل اللي كان ديما كيتدخل فيها بن سليمان برأي سلبي أمام الملك. رسميا الراتب ديال الجنرال كان محدد في 14 مليون 140 ألف درهم، إضافة لبزاف بزاف ديال الامتيازات بحال السكن، طنوبيلات، خدامة، طباخة، تليفون، بلا ما نساو البريمات، الأصفار للخارج، النقل، وزيد المزارع اللي استفدوا منها كبار الضباط. فاش دار الحسن الثاني استحداد ديال نظام المعاشات كيف ما كيستافد عاوتاني من سكرتير وفرقة من الضباط في الخدمة ديالو. 2005 غادي يوشحوا الملك الإسباني خوان كارلوس بوسام إليزابيث الكاثوليكية. الصحف الإسبانية غادي تندد بهذا التوشيح، غادي تشن واحد الهجوم على حسني بن سليمان وتوصفه بالمتورط في قضايا التعذيب والاختطاف والاختفاء القصري. بالإضافة لتواجده المركزي في الرقعة السياسية في المغرب، منساش الجانب الرياضي اللي ساهم بزاف في تموقعه الإداري المحلي. من بين المناصب اللي كان كيشغلها رئيس نادي الجيش الملكي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من 1994 حتى 2009، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية. احتجت سيادي 5/12/2017 عن سن يناهز 81 عام، قرر الرحيل بطلب منه حسب ما صرح به بعد ما شرف وهو على رأس أهم المؤسسات الأمنية في المملكة. والعجيب أن هرم من أهرامات الأمن في البلاد، ولا قناة وحدة ولا دوكيمونتاغ هدر عليه. وش عبد الله السيد في نحياته في الدفاع على ثوابت الأمة، في الدفاع على وحدة الوطن، ولا من يدوي عليه، ولا من يشكره، ولا من ينوه بإنجازاته. فتحايانا لرجال الوطن المدافعين عن حمى البلاد تحت القيادة الجليلة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سالات. شكرا لكم بزاف على المتابعة. ما تنسوش تعطونا لايك، تشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. كان معاكم اخوكم وحبيبكم يونس مسرار. السلام عليكم، دوزوا بخير. انا فهم.